حياكم الله اخوان المشاهدين. توني طالع من فيلم فيكرم فيدا، كان العرض الاول في دبي هني، غدا راح يكون للجمهور. شاهدنا الفيلم فيكرم فيدا، هو ريميك لفيلم تمل بطولة ريتيك روشن وايضا سيف علي خان. انا ما اريد احرق الفيلم ولا راح اتكلم ريفيو كامل، باختصار شديد جدا قد ما اقدر، يعني اقدر اقول ان هذا الفيلم اللي طال انتظاره، يعني ما راح يخيب ظنكم، ولكن النقطة الوحيدة اللي اقدر اقول ان هذا الفيلم كان قريب جدا ان يكون ماستر بيس، ولكن ما كان توازن كثير بين الجزء الاول والجزء الثاني. فيلم جيد يستحق المشاهدة، واذا تكلمنا عن الاخراج، اخراج جيد جدا، اذا تكلمنا عن البرفورمانس، الاداء الممثلين، طبعا الكل ينتظر الاداء الممثلين. ريتيك روشن وسيف علي خان قدموا اداء رائع جدا بصراحه. انا شخصيا تفاجأت من اداء سيف علي خان اللي بالفعل كان له مساحه كبيره جدا في هذا الفيلم. ريتيك روشن طبعا ظهوره كان قوي جدا، وايضا يذكرنا بستايل أميتاب في السبعينيات الثمانينات في الدخول والانتري والامور مثل هذا والستايل الاكشن. ولكن اذا تكلمنا عن احداث الفيلم، طبعا نحن الريميك شفناه، ولكن هناك تغييرات بسيطه من الفيلم الاوريجينال الى الفيلم الهندي، عطوا طابع شويه ودخلوا قصه اللف انجل بين اخو ريتيك روشن الصغير مع بنت الصغيره، ومنها تربط الاحداث. ما اريد اتكلم عن الاحداث واحرق الاحداث، ولكن اقدر اقول ان ريتيك روشن في هذا الفيلم يعني شارب، يعني ستايله يقتل بصراحه، قوي، ولم يسبق ان ادى مثل هذه الادوار الجانجستر بطريقه جدا جميله قدمها، عكس اللي قدمها في افلام الاخرى. اذا تحدثنا عن سيف علي خان، انا بالنسبه لي هو مفاجاه الفيلم، قدم بيرفورمانس رائع جدا، واعتقد انه راح يكون واحد من اجمل الادوار اللي قدمها في حياته في فيلم فيكرم فيدا، برغم ان ريتيك روشن اللي هو ايضا قدم مستوى رائع جدا، قدم بيرفورمانس رائع جدا، اكشن ستايلش والامور، الى ان سيف علي خان قدر ياخذ مساحته، قدر يمثل بطريقه وبستايله الخاص جدا. خلونا نتكلم شويه عن الجزء الاول، ليش انا هذا الفيلم ما قلت عنه واو او ماستر بيس؟ الجزء الاول ما كان متوازن مثل الجزء الثاني، الجزء الاول كان شويه بناء احداث اللي ربطت مع سيف علي خان. اذا انا اقول لكم ان ريتيك روشن في الجزء الاول راح يطلع 5 مرات فقط في الجزء الاول، ولذلك الجزء الثاني اللي هو تماسك الفيلم وبعد الاستراحه الفيلم قاعد يمشي بطريقه جميله، وبالاخص في اخر 45 دقيقه الفيلم يشدك بصراحه، يشدك بطريقه جهنميه، وايضا هناك احداث تتفاجئ فيها، ما اريد احرق الاحداث. عموما فيلم جيد بالنسبه لي، اقدر اعطيه انا لولا الجزء الاول اذا ما كان في هذا اللخبطة كان أعطيت الفيلم 3.5 من 5، ولكن راح أعطيه 3 من 5. ليش؟ لأني أنا شفت الجزء الأصلي، الجزء الأصلي كان أكثر فني وكان أكثر إقناعاً بالأمور وبالحبكة القصة، هنا شوية غيروا القصة، ولكن بشكل عام الفيلم جيد ويستحق المشاهدة، ولو مرة واحدة أعطيه 3 من 5.